مشاهدي انفاس تيفي، فهاد اللقاء اللي غيجمعنا بواحد من السجناء اللي قضاو فتره طويله من حياتهم في السجون البوليساريو. معنا ومعكم اليوم السيد مجيد احمد. اهلا بك سي مجيد. السلام عليكم. شكرا على تلبيتك للدعوه اولا، وفي البدايه كنبغيو نعرفوا شحال ديال المده اللي دوزتيها في السجون ديال البوليساريو. سجون البوليساريو، سجون الذل والعار، سجون ديال الجزائر اللي دايره واحد المرتزقه اللي كرفصتنا وعذبتنا. دوزت 20 سنه بالليلها بالليل ديالها بالنهار ديالها. كيفاش تم الالقاء ديال القبض ديالكم؟ كيف تم الالقاء القبض ديالي؟ هو تشديت نهار 2/5/80، كنت كنخدم في واحد الشركه ديال عالي البحار لاس بالماس سوما بيم. يعني انت من السجناء المدنيين، يعني ما عندكش علاقه ب... ما عندي علاقه لا بحرب ولا بتا شي حاجه، مدني بريء. كنت عالي البحار، كنت خدنا الشركه اللي كنت خدام فيها في لاس بالماس، وكانت كتمشي دائما. هي حنا كاينين 9 ديال البحاره وكانوا معنا 12 اجنبي، ما عندها حتى شي علاقه لا ب... يعني كنت في مجال الصيد، مراكب الصيد ديك اللي شالوتي كبار. المهم دوزنا شهرين وحنا في المياه الاقليميه كنصيدوا بخير وعلى خير، ما خصنا حتى شي خير. الا واحد الفتره مع الوحده ديال الليل جوج 87 كانت صدمه، كتنزل علينا واحد الصدمه كبيره. شكون هما؟ قال لك طلعوا لاباسرير بانكم انتم تحت قبضه المرتزقه بوليساريو. ويلي واش حنا في مياه اقليميه مغربيه صحراويه كل ديالنا، حتى ولينا مع المرتزقه. قال لك لا المرتزقه، طلعنا لقينا المرتزقه لابسين لباس ديال ديك سكافندري ودايرين كالاشات وجاي على ديك لي زودياك. لي زودياك لي زودياك المطاطات ديال البحريه. المهم كوموندو فيهم الجزائريين فيهم الماليين فيهم فهمتي المرتزقه. المهم لقينا شدونا المركب اسرونا خرجونا في يعني في النواحي ديال الداخله. شحال كان العمر ديالك في ديك الوقيته؟ 21 سنه. يعني مازال شاب. مازال شاب في بدايه المشوار ديالك المهني. بسم الله في الحياه، خليت الاب خليت الام خليت العائله الحمد لله. كانت عندك شي اسره ديك الساعه؟ كان الوالد كان الوالده يعني كان خوتي فهمتي على الاولاد. لا ما كنتش متزوج انا، كنت انا تنقول لك انا يلاه بسم الله باقي سنة الحليب. يلاه قلت بسم الله في الحياه. ايوا خرجنا نتوكلوا على الله ونخدموا على نفسنا ونديروا المستقبل ونخدموا على الوالدين. تزقنا لا مستقبل لا والدين. شدونا هاد المرتزقه وهنا بدات المرحله. خرجونا شدوا المركب حرتوه لحونا في المياه البحريه. خرجنا كنا سردانين تيغوتوا كيضربونا كيف سبونا. المهم حنايا ناس مدنيين ما عارفينش هاد المشاكل ديال الارهاب ولا هاد المشاكل ديال العصابات وداكشي. خرجونا للبر، ملي خرجنا للبر ديال الداخله لقينا المرتزقه حاجك وحاجه الملك بحال الدود كينغلو يحرقبوهم محشلوحه الشلوحه نقتلوهم. شدونا حطونا في الوسط بحال دوك المعيز بحال الغلب وهما كيدوروا بينا بحال الديب باغيين يقتلونا بغا يطرقونا. حنا ناس مدنيين صافي تدهشنا ما بقيناش نعرفوا واش لا اللي ورانا ولا اللي قدامنا. يعني ما متحضرينش حتى نفسانيا، ما عارفينش ناس مدنيين عايشين ابرياء. حتى جاو دوك الولاد حرام اللي سمعوا بان راه شدينا الاسرى مدنيين داكشي جا كيجريو بحال ما عرفتش شكون اللي شدو كيغوتو شي باغي يقتلنا شي باغي ما يذبحناش يا سميتو. المهم شي ساعتين ولا ثلاثه السوايع هما كيستهزئوا بينا ويسبونا يا الشلوحه يا الفاعلين يا التاركي فهمتي. المهم علينا جا واحد المسؤول ديالهم ما عرفناش يعني صراحه ديك الساعه يلاه كنت شدينا ما كنعرفوهمش. قال لهم يلاه طيروا. المهم قال لنا لا نوركم حنا ويدينا خرجنا من الشاطئ. قالنا انتم دانا لواحد الدار كلها مخربه. فين المنطقه؟ تما في النواحي ديال الداخله الشواطئ ديال الداخله. المهم حنا يلاه دخلنا بالينا شي عود وداك الشيء مع داك البرد وديك ديك الخلعه وفيها سميتو. دري قالوا خصنا نديروا النار نسخنوا زعما. شكون اللي غادي يعطيك النار؟ والو. بقينا تما
شويه هما سمعوا طائرات جايين الهجوم، هما يديرونا في لاند روفر وما يهربوا بينا. فين تاوكم دابا؟ هما غادي يهربوا بينا من داخل المناطق ديال الجزائر تيندوف. دابا الشفار ملي تيشفر اللي تيخون وكيشوف الامن وصل عليه اش غادي يدير؟ غيهرب. هربوا بينا. المهم يعني داك الهروب كان المده ديالو 6 ايام، هما غاديين بينا بالليل وبالنهار. فهاد 6 ايام كانوا كيقدموا لكم اكل وشراب؟ واش من اكل واش حنا دابا بقى فينا قادي تاكل ولا الشراب؟ الشراب اش غادي يعطوك؟ شو الدجاج مشوي ما عندهم والو، يعني غير باش تعيشوا في هذيك المده. كنا كيبقى غاديين بك يومين ديال الطريق كيوصلوك حتى للربعة ديال الصباح ولا الخمسة ديال الصباح، كيقولنا نقضوا الشلوحة راعي الروز اللي كان هما كيقولوا ليه مارو، ها الماء شغندايرينو في بريك كحل، كيخويو علينا كيقولك راه طيب الروز ديروا غداكم ولا ديروا يعني باغينكم غير ما تموتوش صافي، وعاوصلوك للجزائر. ايوا شنقول لك المناورات وديك الساعة من اللي كنقولوا حنايا من القشلة ديالهم هما ديال دوك الجماعات البوليزاريو اللي تيكونوا تما منشورين البلاصة اللي كيوصلوا عند خوتهم، لقاو لك عاوتاني السب والمكر والشتم كأن مع شكون اللي يشدوا. وكان كيتمارس عليكم تعذيب يعني نفسي وجسدي؟ نفسي واللي بغيتي، هما كيديروا جميع التعذيبات. المهم حنا 5 ايام نهار 6 ايام بقى بيننا وبين الجزائر. يعني واحد الفتره كنسمع واحد قال لي حنا فين؟ قال لي في ارض حصيري. قال لي واش حنا؟ قال لي حنا دابا رحمه بلا ما تخافوا لا والو، قال حنا راه في ارض الجزائر. خرجنا من الاراضي المغربيه. خرجنا من الاراضي المغربيه، قال حنا دابا في اراضي الجزائريه. عاب ديك الساعه قد ديك الليله مشينا بها بدي زوندروفير، كي حنا المغاربه تسعود والاجانب 12، حنا راكبين بوحدنا في لوندروفير والاجانب مركبينهم بوحدهم في لوندروفير، وانت راك غاده غير راكبه فوق الحديد، وداك اللي غادي بيك غير 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 حيوان ناطق ما كيعرف لا بشويه ولا هادي ولا هادي، راه كنتزو تسمو تخبطو. تنقولوا يا ربي اش هذا القدر اللي نزل عليك. قلتي بانكم كنتوا تسعود ديال الناس، يعني تسعود ديال البحاره اللي مغاربه. اه تسعود مغاربه بحاره و12 بحار اجنبي، ومن جملتهم القبطان اللي كان هو رئيس السفينه. آه. كوريين ولكن هذه الشركه اللي كنت فيها شركه اسبانيه مغربيه سوما بان. من بعد ما كنتوا غاديين في الطريق وصلتوا للاراضي الجزائريه؟ وصلنا للاراضي الجزائريه، ها هما بداو كيستقبلونا الجزائريين، هذا كوماندار هذا كونونيل هذه شكون هما هذو البحاره المغاربه، هذاك حركبوهم وكل شيء، يعني المرتزقات يعني ما كتعرفيش الاجناس اللي حنا يلا وصلنا ما كنعرفوهمش، كاينين سوري كاينين ماليين كاينين سميتو موريتانيين كاينين صحراويين اللي هما كانوا هربانين، وفهمتي يعني جميع الناس فيهم الجزائريين مسؤول هما اللي مسيرين كل شيء، بوليزارو راه غير مسيرين، ولكن اللي هما يعني تيحكموا هما الجزائر، ما كاينش شي مرتزق اللي مو غادي يدير شي حاجه بدون اوامر جزائريه. المهم عطا علينا اوامر، دخلونا انتم اش كديروا انتم كذا، واش داخلين ديرونا في المياه الصحراويه ديالنا، انتم جريتوا علينا من الوطن، فهمتي يعني ديك الهضره الخاويه ديالهم ديال احنا مدنيين ما هنايا خدامين في البحر وهذا اللي كاين، ما عندنا حتى شي قال لك حنا. المهم انتم ما عليكم والو، ولكن شي انتم ان شاء الله راه واحد الشهر ولا شهرين وغنطلقوكم، هذا الكلام ديالهم هما. جاو الجزائريين كيتفرجوا فينا بحال ديك حديقة الحيوانات. ايوا دابا ملي وصلونا للجزائر لتيندوف صافي خصهم يطلقوا يدوروا بك كاع دوك المعسكرات ودوك المخيم، انجاز بالنسبه لهم، خصهم يشوفوا كاع زعما داك الناس اللي نزلوا من القمر.